السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الدلو. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة. واخر الفيديو هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا برج الدلو. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. سورة الزمر، بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. يا برج الدلو، الفترة القادمة ستشعر ان شاء الله بالفرح والسعادة. الهدف كنت تظنه مستحيل، في هدف كنت تظنه مستحيل رح يتحقق، في فرحة قادمة بانتظارك مليئة بالسعادة والرضا إن شاء الله. صلي على الحبيب المصطفى في التعليقات واستقبل البشرة. أرى إنكم داخلين على مشروع أو شراء بيت جديد إن شاء الله. في مشروع داخلين عليه أو شراء بيت جديد إن شاء الله. بسم الله الكاشف. في حل مشكلة، عندك مشكلة في حلها، مشكلة كبيرة كانت مدمرة حياتك وسداد دين بفضل الله قريب. يا دلو، في حل مشكلة عندك كبيرة وسداد دين بإذن الله. بسم الله الكاشف. عندكم مريض، عندكم مريض أو عزيز على قلبك، شخص مريض راح يشفى بإذن الله تعالى، راح يشفى. في نذر أو ندر أو نذر قديم عليكم هتنفذوه، نذرتوا نذر أو نذر قديم عليكم راح تنفذوه بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. رؤيتك للمنامات، لأن أنت دلو عندك الحاسة السادسة زي ما بيقولوا، أو عندك رؤيتك للي حواليك، ورؤيتك عندك رؤيتك في المنامات بتتحقق، أو رؤيتك للأمور اللي حواليك صح، عشان أنت توقعاتك فعلا في محلها. يا دلو، كل توقعاتك اللي بتتوقعها في محلها، وإن شاء الله في تغير كل شيء في صالحك، لأن قلبك طيب. كل شيء إن شاء الله يدل في تغير لصالحك، فضل وليس أمر. موجودين معانا ادعموا الفيديو واللايك أخواتنا في الله. شايف عندك هنا خبرين حلوين قريبين منك إن شاء الله، في طاقة إيجابية قادمة ليكم، عندك إحساس بالقوة. في هنا اختبار من ربنا أنت بتمر بيه، ومحتاج تحكم عقلك وتلغي عاطفتك علشان تمر بسلام من الاختبار. صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. في هنا أراك في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك، واعتراف بالحب ليك، واعتراف الحب ليك، أو ربما نقول صداقة أو علاقة عابرة هتتحول إلى موضوع جدي يعيد ليك حياتك. الزعل جواك وبتحاول تضحك، أرى كل الزعل جواك وبتحاول تضحك وما بتظهرش ضيقتك لحد، وصدقني ربنا يهون عليك وهتعدي على خير وعوض ورزق كبير من ربك بيكون قريب منك، بعد تعب، بعد معاناة، بعد عذاب سنين هانت خلاص، جيالك نصرة ومعاها فرحة كبيرة ليك إن شاء الله بإذن الله تعالى. استقبل البشرة وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ديالك فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك بإذن الله تعالى. بعد سنوات تعب سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله. أبشر أبشر بإذن الله تعالى.
كل شيء سيتغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك. فلا تقل مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله. في ندم أحد الأشخاص اللي ظلموك، ناس ظلمتك أو افترت عليك أو أذتك، في ندم، ندم من أحد هذا الأشخاص، بسم الله الكاشف، ستفاجأ بعوض الله، ستفاجأ بعوض الله. شايف في مبلغ مالي كويس، قد تكون مكافأة يا دلو، قد تكون مكافأة أو هدية أو رجوع دين بإذن الله. هو مبلغ مالي كويس، نقول مكافأة أو هدية أو رجوع دين. انتبه، شايف هنا اليومين دول احذر من أشخاص قد تعتقد إنهم قريبين ولكن إنهم يفتشون أسرارك، فلا تتمادى في الفضفضة كثيرا، واستعينوا بالله كثيرا، استعينوا بالله كثيرا، أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. شايف إن الحسد، وشايف برضو في منكم يعاني بسحر شديد، شايف عمل فراق بينكم وبين الحبيب، أو شو خلى الفلوس معاكم بتتبخر بسرعة، شايف عندكم ملل ونوم وخمول طويل، شايف بتتعصب على أتفه الأمور، حاسس دايما بضيقة خنقة، حاسس بالوحدة، ألم في أسفل الظهر وفي الرقبة، نفسك في سفر أو تغير جو بس مش قادر، عيونك جبلانة ووشك تعبان ودايما حاسس بأرق وغثيان، هذا من الحسد والسحر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم، بسم الله. في ثلاث مكالمات، ثلاث مكالمات مهمين الفترة دي، فيهم أخبار تخص مال أو سفر، ثلاث مكالمات مهمين الفترة دي، فيهم أخبار تخص مال أو سفر، وحل مشكلة تخص العمل وعلاقتك بالحبيب، وعلاقتك بالحبيب. شايف هنا في مقابلات مع الأسرة واجتماعات، يفضل ما تقول شيء عليها. شايف هنا تخاطر غريب هيحصل بينك وما بين شخص معجب بيك أو شخص غائب عنك من فترة، في تخاطر هيكون في مناسبة أو مناسبات حلوة وحضور حلو ليك ما بين الناس الفترة القادمة، وخليك واثق من نفسك، خليك واثق من نفسك. شايف سوف يفاجئك الله بأن يحيي روحك من جديد، الأشخاص المناسبين في طريقهم ليك، سوف يحدث كل شيء فجأة لأنك تستحق أن ترتقي وحان الآن لذلك. ربما فعلت كل ما بواسعك ولم يتغير شيء، ولكن الغير متوقع سيحدث بفضل الله، بفضل الله. يمكن نقول هنا يمكن أن تتغير حياتك كلها اليوم أو هذا الأسبوع، بسم الله الكشف، في فترة انتقال للأفضل تخص حياتك العاطفية والأسرية إن شاء الله. في عملية هنا بيع أو شراء، عملية بيع أو شراء ناجحة، ومكالمة أو هدية ما بين إيديك خلال أيام إن شاء الله، خلال أيام. في خروج شيء من حياتك وانشغاله عنك، وخروج هذا الشيء قريب. في عندك
رجوع حق ليك، رجوع حق ليك وانتصار على ظالم ببركة ذكر الله، انتصار على ظالم ببركة ذكر الله. في خبرين حلوين هيسعدوا قلبك عن طريق، عن الطريق، في الطريق ليك. هاي الخبرين، في عودة هنا للمنفصلين يا برتدال، عودة للمنفصلين وعتاب خلال أيام، عودة للمنفصلين وهيكون عتاب ما بينكم، وعودة بعد العتاب خلال أيام، في حب جديد للبعض على الأبواب إن شاء الله، في حب جديد على الأبواب إن شاء الله، أو بدأت في حب جديد هذا، وفي عودة هنا للمنفصلين. لا تتفائلوا بالخير ولا تيأسوا، لا تيأسوا وتفائلوا بالخير، وصلوا على الحبيب المصطفى. وإن كنت بتعاني من كل شيء هسيب لكم، كنت بتعاني من السحر أو المس أو الحسد أو القرين أو التابعة، هسيب لكم لينك في التعليقات وفي صندوق الوصف، علاج روحاني لكل شيء بإذن الله تعالى. نشوف في عبرة الدلو رسالتك بتقول ايه. قبل ما نشوف رسالتك اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك ان شاء الله. بسم الله الكاشف، اياك ان تيأس، اياك ان تيأس، فكل الصابرين قد جبروا. يا دلو اياك ان تيأس فكل الصابرين قد جبروا. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات، واستقبل البشرة واقرأ صورة بسم الله الكاشف، صورة الزمر. كثيرا بإذن الله تعالى راح تنحل كل العقد عندك بإذن الله. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، واسيب لكم اللينك اللي قلت لكم عليه علاج شامل من كل شيء في التعليقات إن شاء الله في صندوق الوصف.